بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. تتواصل انطلاقات هذا المساء الجميل والرائع هنا من هذا الميدان عاصمة الميادين، ميدان الوثبة الذي تحتضن هذه الأسماء المتواجدة على أرضية هذا الميدان والمسافات الطويلة 8 كيلومترات. هنا رحلات البحث عن الناموس الطويلة تبدأ منذ هذه اللحظة وتنطلق الأسماء في الشوط الخامس، والإبكار المحليات تنطلق في طريقها إلى الصدارة وإلى المركز الأول. نتابع معكم من يتصدر في هذه اللحظات، وتتقدم الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، من يقدم لنا هذا الاسم مع افتتاحية إذاعة هذا الشوط. المركز الثاني من تتواصل من الجانب الآخر في هذه اللحظات الجميلة والرائعة، هناك حشيمة من تتقدم في هذه اللحظات لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري من يتواصل على ثاني المراكز ويقدم لنا حشيمة، بينما المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات تحركت جواهر هنا لهجن الرياسة مع المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يتواصل على ثالث المراكز وفي المركز الأول حاليا. إذن المركز الرابع هنا الوصول والتحرك من الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير، يأتي على المستوى الرابع في هذا المسار. المركز الخامس وصلت أيضا مصيحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع الحميري من يتواصل في هذا المسار على المستوى الخامس. إذن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى جواهر، هناك جواهر هذه الدانة من تتواصل بالمركز الأول بشعار هجن الرياسة مع المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يتواصل مع هذا الاسم ويقدم لنا مجموعة من الجواهر على المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا الشاهنية على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، يقدم لنا الشاهنية هنا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك حشيمة لهجن الرياسة مع المضمر صالح بن سعيد بالعرج المري المتواصل في هذا الانطلاق. المركز الرابع وصلت وتحركت الشاهنية وتحرك هنا هذا الشعار المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، يقدم لنا هذا الشعار العناوي كما قدم وقدم الأسماء الكثيرة والمميزة والرائعة في هذا المساء ليتقدم هنا على المركز الرابع ويقدم لنا الشاهنية. المركز الخامس هناك مصيحة على خامس المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع من يقدم لنا مصيحة في هذا المسار. إذن لا بد من العودة إلى المركز الأول إلى جواهر، يا جواهر من تسيطر بالمركز الأول بشعار هجن الرياسة الذي دائما يرفرف في سماء الإبداع ويقدم كل يوم وكل موسم جديد ومميز هنا في ميادين سباقات الهجن، والآن يقدم لنا جواهر في هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هجن الرياسة مع المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. إذن المركز الثاني وصلت وتحركت الشاهنية بهذا الشعار ليتقدم هنا
لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، يقدم لنا الشاهنية والتحرك من حشيمة على المرتبة الثالثة ليتقدم. هنا شعار هجن الرياسة مع المضمر طارش بن مبارك، أو هناك لهجن الرياسة مع المضمر صالح بن سعيد بالعرج. المري المتواصل على المستوى الثالث في هذا المسار. أما رابع المراكز تتقدم في هذه اللحظات الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، يتقدم على المركز الرابع. ولكن وين المركز الخامس؟ أيضا هناك مع مصيحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع الحميري على المستوى الخامس. ولكن جواهر يا جواهر ما زالت بالمركز الأول، ما زالت بالصدارة بالمقدمة، تقدم لنا هذا الشعار، شعار هجن الرياسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. إذن المركز الثاني ما زالت مع الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين على المستوى الثاني. ولكن الوصول أيضا من حشيمة لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري يتواصل في هذه اللحظات. وتتقدم هنا الشاهنية، وصلت الشاهنية وتحركت من المناطق الخلفية لياتي هذا الشعار العيناوي هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. يتواصل هناك في عملية التضمير مع الشاهنية المشاركة والمتقدمة في هذه اللحظات. والوصول هنا مع جسر العبور وصلنا يا متابعين. وما زالت جواهر هنا تتراقص بالمركز الأول، وهذا الشعار الذي دائما يرفرف في سماء الإبداع يرفرف حاليا في سماء التميز مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. إذن ثاني المراكز هنا الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي على ثاني المراكز. وصلت مصيحة أو حشيمة لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري على المستوى الثالث، يقدم لنا حشيمة. ولكن جواهر هي بالمركز الأول وهي بالصدارة، هي بالمقدمة مع هذا الشعار الحمر الذي يمر ويعبر. وإلى الناموس والناموس به ينتصر هنا بالمركز الأول. هذه جواهر لهجن الرياسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، يقدم لنا جواهر. ولكن الشاهنية تتقدم على المستوى الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. والمرتبة الثالثة والمدرج رقم ثلاثة هنا تتقدم فيه حشيمة لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري على المستوى الثالث. ولكن ما زالت جواهر تقود هذه الرحلة التي استمرت وستستمر الثمانية كيلومترات، وما زالت هي بالمركز الأول، ما زالت حتى المنعطف الأخير. بدينا في المنحنى الخطير هنا، وجواهر هي بالمركز الأول وهي بالمقدمة. ولكن أرى التحرك في هذه اللحظات من الشاهنية على ثاني المراكز.
لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينبي يقدم لنا هذه الشاهنية على المركز الثاني وثالث المراكز. حشيمة وصلت على ثالث المراكز لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري على المرتبة الثالثة. ولكن هناك المركز الأول، هنا جواهر يا جواهر، سلامي عليك يا جواهر بالمركز الأول بهذا الشعار الحمر الخطر. هناك ما زالت بالمركز الأول منذ بداية هذا الشوط وهي بالمركز الأول هنا بهذا الشعار لهجن الرياسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام يا سلام. بينما المركز الثاني الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، هنا مع المركز الثاني وثالثا حشيمة لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري. ولكن وين يا جواهر، وين يا جواهر؟ هي بالمركز الأول وهي بالمقدمة تشارف على المقصورة الرئيسية هنا في هذه اللحظات، وما زالت بالمركز الأول، ما زال العصا قوت لم تصدر عليها أي أوامر وهي بالمركز الأول وانطلقت في هذه اللحظات وانفردت في هذه اللحظات لتمر أمام المقصورة الرئيسية وأمام الثيل ليحيي كل الجماهير يحيون هذا الشعار. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا للمضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا التميز وعلى هذا الانطلاق. المركز الثاني وصلت حشيمة على ثاني المراكز لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري. والمركز الثالث الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. والمركز الرابع اذا تهانينا والناموس لحقن الرياسة وتهانينا للمضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيلي من قدم لنا جواهر. وهذه اللقطات، لقطات مخرجنا المميز اسام الهواري ملخص الشوط الماضي، وها هي جواهر تشاهدونها على الشاشة. مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، ها هي جواهر من تصل الى خط النهايه معلنت الفوز والناموس. 13 دقيقه 12 ثانيه وسته اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الرياسه وتهانينا للمضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. وصلت على ثاني المراكز حشيمه لهجن الرياسه وصالح بن سعيد بالعرج المري. 13 دقيقه 16 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال من تصل على ثالث المراكز. هناك الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. 13 دقيقة 17 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.